انضمام محمد الفريدي، انضمام الفريدي اوكي، واستعدادات استعدادات ما في انضمام الفريدي حتى الان، لم يرسل اي مدرب. هذه امور فنيه طبعا ما اقدر افتي فيها، ولكن كانضمامه حتى الان المدرب لم يبلغنا بحاجته، وعندما بالعكس الفريدي لاعب كبير وكلنا نتمنى ان يكون في المنتخب، ولكن المدربين شافوا يمكن ما شافوا بيلعب باستمرار او ما هو جاهز يعني في نادي بيلعب كثير، هو لاعب كبير ومكسب، لكن ان شاء الله اذا كان هناك حاجه له اكيد صدقني نحن اي واحد نحتاجه المنتخب وهو في جاهزيه حنطلبه ان شاء الله. موجود حتشوف الحين في التمرين جاهز الحمد لله، حتشوفه جاهز يعني هي مركز اي حد. انت اي واحد فينا يمرض ترى مرض خفيف ويرجع يعني انتوا واخذين الموضوع جدي شوي. لا 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 نحن اديناكم من اول يوم وليس امس، من يوم اصدرتنا البيان من موقع المنتخب السعودي بانه حيكون انضمامه مساء السبت، وفعلا وصل ويمكن نزل في تويتر يعني حتى في المطار صوروه قبل ما يوصل هنا. يعني محمد السهلاوي مجتهد وبالعكس لاعب منظم ولاعب طموح وعنده رغبه كثير يكون جاهز في المباريات يعني. بالعكس اللعيبه متطورين جدا ومتحمسين جدا، وتشوفهم انت انا اجتهاداتهم موجوده، تشوفهم بالتمارين في الصباح بيكون تمارين اضافيه، كل لاعب من يحتاج بيعمل تمارين مع مدرب اللياقه بيعد نفسه الحقيقه، من يشعرك اللاعب انه هو مهتم وهو بيعد نفسه لهذه المباراه يريحنا نحن كاداريين ويريحنا حتى الجهاز الفني، فالمسؤوليه عارفينها، هذا معناته انه شاعر بالمسؤوليه، شاعر انه يبغى يشارك يوصل على الاقل في كاس العالم في هذا الجيل، وان شاء الله التوفيق بالله ان شاء الله انه يوصل، وان شاء الله نفرح نحن ونفرح انتم ويفرح الجمهور السعودي كله بتفوقنا ان شاء الله في المباراتين القادمه حتى نضمن تقريبا 70% انه نوصل لكاس. بالعكس ماجد عبد الله لاعب كبير ولاعب محترم وله دور كبير في سانة المنتخب، وقلت قبل كده انه هو جانا في المنتخب دعما منه وتشافوا اللعيبه، واول تمرين للمنتخب كان في الرياض، حضر ماجد دعيناه وحضر وكان مساند كبير للمنتخب السعودي. الراي اي لاعب يقول رايي، هذا رايه ونحترمه مهما كان الراي، اذا كان هذا الراي يرى انه هو صح فهذا راجع له، واذا كان يرى انه هذا الراي الناس ترى انه هذا الراي خطا فهو صدر منه، ما هو من احد يعني. شركه المسابقه شركه الوالي انه اشتروا الموحد درجه الموحد، وعمليه تنظيمها عمليه دخولها انك تخش عن طريق عملوا لها تنظيم، وهذا يدل على الاحترافيه ايضا. بالعكس هذا ليس غريب انه الشركات السعوديه تدعم المنتخب السعودي، انت بتنظر انت بتتكلم على منتخب، منتخب يعني ينتمي لي ولك والاخرين وللشركات كلهم ينتمي لك، فاذا ما وقفنا مع المنتخب في هذه الفتره